السلام عليكم اخواننا، لاباس بخير؟ هنيين، لاباس عليكم، اموركم بخير، حبكم بخير وعلى خير، الله المعين لنا وليكم. اخي العزيز، طلبتي مني نركب لك العسيله، انا غنركب لك العسيله دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. لاحظ معايا مزيان كيفاش كنديرو باش نركبو العسيله. الله يجازيك بخير اخي العزيز. عندنا الخليه ديالنا هي هذه، كنصوطو عليها شويه، كننفخو عليها شويه بالربوز بحال هكا، صوتنا عليها بالربوز كما شتي، نفخنا عليها الروز ديالنا شاعل، حنا لابسين حوايجنا، دايرين الاحتياط على النحل اللي عندنا، نحيدو المقفلة، اخي العزيز هذه الخليه ديالنا، تبارك الله، نعاودو نفخو عليها شويه، اخي العزيز هذا حاجز ملكي، يعني شبكه، شبكة باش ما كتخليش لينا الملكة تطلع لفوق للعسالة، هاهي فينا هي هادي، هادي شبكة حاجز ملكي. الإطارات ديالنا اللي غنديرو في العسالة هما هادو، هاهما فين كاينين، هادي العسالة ديالنا، هادي اللي غنديرو فيها العسالة، نقية فايتة خدامة عندنا كنخدمو بها كل سنة. هادي العسالة ديالنا أخي العزيز، لاحظ معايا الطريقة كيفاش دايرة، كنفخ شوية على النحل، كنجبد الإطار الأول هو هذا، شنو فيه؟ فيه الحضنة، فيه عسل، اش غنديرلو؟ غنفضو، مبقاش ليا فيه النحل، علاش؟ كنحطو في الوسط. كناخد إطار واحد اخر، لاحظ معايا كله حضنة مغلقة، كله حضنة مغلقة، لاحظ معايا هو هذا، كنفضو، كنفضو في اللوم، كنخلي فين ندير واحد ونحطو،
أخي العزيز، إطار الثالث تهو نفتو، ثلاثة د الإطارات اللي جبت منهم، أخي العزيز الإطار الأول كنردو اللوم، ثاني كنعطيه اللوم، ثالث حتى هو غنعطيه اللوم. هادو ثلاثة إطارات غتبيض لينا فيهم الملكة وتخلف لينا هادو اللي درنا الفوق. هادو علاش درناهم هكا؟ درناهم هكا باش يتبعهم النحل. أخي العزيز، كنفخ شوية على الخلية ديالي على الجناب، كنقي شوية ديال البرومبوليس، ها هو البرومبوليس، علاش؟ هداك البرومبوليس كاين على الجناب، منين نحط العسالة ديالي ما غاتجيش مقادة. أخي العزيز، هذا حجيز ملكات، شبكة كنديروها للملكة باش ما كتطلعش، حجيز ديال لارين. لاحظ معايا أخويا العزيز، الشبكة ديالي راكبة مزيان، مقادة مع الخلية ديالي. هذه العسالة، ثلاثة الإطارات اللي جبت من التحت راني درتهم فيها. العسالة ديالي مقادة أخي العزيز، كما شتي معايا. إطارات مخدومين، لاحظ معايا، لاحظ معايا أخي العزيز كيفاش كنركبو العسالة ديالنا. أخي العزيز، هذا شمع أساسي غنديرو في الطرف. عمرنا العسيلة ديالنا، هي هادي، شبقى لنا نديرو أخي العزيز تا حاجة. ثلاثة الإطارات اللي جبدنا من التحت، واحد هو هذا، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الثاني، هذا الثالث، واحد خاوي وواحد لا، واحد خاوي وواحد لا، يعني ثلاثة الإطارات ديالنا درناهم في العسيلة باش يتبعهم النحل يطلع لنا الفوق. الكوبة اللي درنا مغلوق غيتبعو النحل، يحضن عليه ويبقى يجيب لنا العسل.
اخي العزيز، العسيله ديالنا هي هذه، وتبارك الله عليك ومرحبا اي وقت في سؤال انا مستعد، وباقي لينا نركبوا السمع ان شاء الله، وغادي نديو الخليات ديالنا الحامض ان شاء الله الليمون، وغادي يكون معنا كيفاش نديرو نركبوا العسيلات الصغار الميانات، يعني العسيلات اللي هما صغار من هذيك عندهم الاطارات ديالهم صغار، كنلحقوا نركبوهم ما كنديرولهمش لارين، غياش ما كنديرولهمش الشبكه ديال لارين، الشبكه ديال الملكه ما كنديروهاش، حاجز ملكي ما كنديروش. هو شنو هو كيكون كتجيب قطار وكتسد به ما بين القطار والقطار اللي عندك لتحت، كتحطو مقد مع الحفره. لاحظ معايا انا نوريك كيفاش قبل ما نسد على الخليه، اللي كدير العساله اللي هي صغيره بلا ما كدير الشبكه ديال لارين، كتجيب اطار كدير العساله ديالك وكتجيب هذا كديرو في الخاويه ما بين هذا وهذاك بحال هكا، كتسد به هذه الخاويه هذه بحال هكا ما بين الاطار والاطار، كتسد به هادو كتجيبو ديما فوق منهم هكا. علاش؟ باش لارين ما كتطلعلكش، لارين ما كيمكنلاش تدخل في شي بلاصه مزيره، شي بلاصه انتي ساعه كدوز منها، البلاصه اللي غتدخل فيها وتو حاله ما كديرهاش، ما كتدخلش، وكتم غادي بحال هكا اخي العزيز، واحد حدا واحد، واحد كتسد به واحد، واحد كتسد به واحد، والله يجعلك البركه، ونطلب ربي يجيب شي عام زين، ويرحمنا الله، ويعيشوا النحيلات، ونعيشوا حتى حنا معاهم، جزاك الله تعالى سبحانه. انا نرد الاطار ديالي لبلاصتو اخي العزيز، وغادي نسد، غادي نسد على الخليه ديالي كما شتي، غادي نسد على الخليه ديالي كما شتي، اخي العزيز انا سديت على الخليه ديالي، والله يسخر لي وليكم ولجميع المسلمين كما كتشوفوا، دابا عندي لكم مفاجاه، النهار اللي غادي نحولوا النحل ان شاء الله الرحمن الرحيم، شوفوا الطريقه كيفاش كيتهز الصندوق، وكيفاش كنحولوه، واين وقت كنمشيو به، واين وقت كنحطوه، وكتشوفوا معنا وغتشوفوا معايا جميع المسائل، وغتساراو معايا شي شويه ان شاء الله في الليل، حنا كنمشيو الاكثريه في الليل، واللي بغى يدير النحل الله يسخر له، ويصبر التمره ديال النحل، ويصبر القريص الا بغى العسل. السلام عليكم، انا غادي نودعكم دابا، وتبارك الله عليكم، والله يعاونكم.